بما اننا واقفين الوقفه دي فاحنا اكيد هنريفيو. هنريفيو بقى ليه، ايه، ازاي، فين، ما اعرفش. كل اللي اعرفه ان هم مينيز. انا صوتي عامل كده ليه؟ صوتي عامل كده ليه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا انتم متعودين ان انا دايما بجيب لكم عربيه واحده اتنين، لكن اول مره نعمل ريفيو لتلات عربيات، ومش مع اي حد، مع اخواتي احمد واسلام من 0 to 100. شوف مع بعض حلقه مجنونه، خليكم تابعين ومش هتندموا ان انتوا تابعتوا الحلقه دي، لان في حاجات كتير جايه قدام. خليكم معانا النهارده. الحلقه هتبقى غير كل حلقه، عشان في مهمه لازم تعملوها، والمهمه دي مقسومه لتلات حاجات. دلوقتي انتوا واقفين في نقطه A، في لوكيشن هيتبعت لكل واحد على موبايله، ودي هتكون النقطة B. بعد ما توصلوا النقطة B في حاجة لازم تستلموها من هناك وتوصلوها للنقطة اللي بعد كده. ملحوظة صغيرة، خلي بالكوا عشان الحاجة اللي انتوا هتوصلوها دي يعني كبيرة شويتين. دلوقتي هتتحركوا على اللوكيشن الأخير اللي هو النقطة C. لازم كل واحد يركب معاه 4 أشخاص، تقدروا تجيبوا الأربعة دول من أي حتة. خلونا نشوف بقى مين اللي هيوصل هناك في أسرع وقت ممكن. يلا المهمة بدأت. ما تيلا يا ابني. تشالنج ايه وناس كتيرة ايه وحاجات كبيرة ايه؟ شايفين حجم العربية؟ انا راضي اخسر التشالنجين دول، وفي الوقت ده خليني اكلمكو على عربية من برة. لازم اعرفكم مني، يعني هي نفس المنظر من ساعه ما اخترعوها. هم اللهم بيجددوها كل مره، بيجددوها كل مره، وهي بتحلو كل مره. فانا مش محتاج اكلمكم عن الكيوتنس اللي هي فيها. يعني انت بتتكلم على LED فرونت لايت، بامبر الجي سي دبليو اللي فيه فتحات يعني بتخلي عربيه كتكوته مرعبه. والاول مره هفتح لكم كبوت عربيه، مش عشان اوريكم الانجن، عشان اوريكم دول. لما تيجي على الرنجات هتلاقي ان هم يشبهوا جدا الجون كوبر ووركس اللي قبليها، بس هتلاقي فيه ايه، خطين زياده سود موجودين فيها، 18 انش ريمز، برفورمانس بريكس، دنيا جميله. نيجي بقى على الحته اللي ميني بيلعبوا فيها دايما، السقف ده ممكن يكون علم بريطانيا، ممكن يكون اي لون، هنا مختارين احمر مع المرايات، وطبعا اي حاجه محطوطه بالاحمر عشان دي جون كوبر ووركس. كمل لورا الروف هتلاقي تكمله السبويلر اللي نوعا ما ضايف لحلاوه العربيه. تحت تيل لايتس علم بريطانيا، تنزل تحت ديفيوزر، اكزوزين في النص، حاجه جميله، والصوت برررر. يلا بقى نروح نكمل التشالنج. من مواصفات المين اللي احنا راكبينها دي، مع ان هي 5 دورز، الى ان الاستابيليتي بتاعتها ممتازه. انت راكب جو كارت بس 4 ركاب، مش هقول لكم 5 عشان في واحد هيتزنق في النص، حرام، فهم 4 حلوين قوي. احنا دلوقتي نازلين السرعه بتاعتي تقريبا 80 كيلومتر في الساعه، وزي ما انتم شايفين الكنترول ممتاز، مش معافر مع الدركسيون او حاجه. الدوائر اللي عليها بريلي بي زيرو، طبعا الرنجات مقاس 18، شكلها مميز جدا وعجبت اسلام قوي. بيقول لك وانت ماشي الرنج تلاقيه عامل زي دوائر جوا بعض، عارف بتاع الاطفال بيلعبوا بيها، اللي بتقعد في العيد كده يقعدوا يلعبوا بيها كده وتطلع معاهم شراره، نفس المصدر بتاعها موجود في الرنجات بره. طيب العربيه اللي معانا النهارده هي ميني كوبر اس جون كوبر كيت، يعني عليها الكيت بس من بره، بس هي ميني كوبر اس. الماكينه بتاعتها 2000 سي سي 4 سلندر توين تيربو، بتولد تقريبا 193 حصان. المفروض ان العربيه دي تسع 4 ركاب يقعدوا مرتاحين. هنشوف الموضوع ده مع بعض النهارده. واجهه العربيه من قدام لسه فيها طابع الميني، حتى نفس الوش او البوز بتاع الار 56 اللي هي الشكل القديم شويه، بس بقى فيها شارب ايدجز اكتر، يعني فيها بعض الحتت بقت بارزه اكتر عن الاول. في نفس الوقت عندك السقف غريب قوي، انت لما تبص على السقف هتحس ان هو على راي اخويا مسميه توايلايت بلو. يعني ايه توايلايت بلو؟ يعني في اجزاء كتيره من اللون الازرق اللي هو الموف الازرق العادي لغايه ما توصل للاسود، يعني فيها الجريدينتس
بتاعت الازرق كلها. الواجهه الخلفيه ما تختلفش قوي عن الميني اس العاديه، تحتاج فتره كده على ما تجمع ان دي عليها جون كوبر وورك كيت. طبعا عدم وجود الجون كوبر وورك كيت لوجوز في اي حته، اللوجوهات مش موجوده، فانت بتبقى قاعد متلخبط هل هي جون كوبر ولا مش جون كوبر. لا، هي عليها جون كوبر كيت بس هي اس مش جون كوبر وورك، لان جون كوبر وورك بتفرق في البرفورمانس، وده اللي الشباب هيعرفوكوا عليه. تيجي تركب في العربيه من جوه هي لسه ميني، ما بتديكش احساس ان هي اي حاجه تانية، بس دي مش اي ميني، دي جون كوبر ووركس جي سي دبليو، يعني المتوحش الصغير المرعب. متوحش ليه بقى؟ عشان انت لو حطيت سبورت مود وطفيت تراكشن، الكائن اللي احنا عايشين فيه ده بيعمل عارف يعني ايه عربيه بتحرق اول وتاني وتالت، تعمل ليه بقى؟ عشان انجن العربيه دي 2.0 4 سلندر تيربو تشارجد، بيولد 231 حصان و 320 نيوت متر اوف تورك. زيكتو الشعر بيت بقى ان انا لما بسابق احمد بطلع منه. السبب الاساسي اللي يخلي الجي سي دبليو كوبي اسرع من الجي سي دبليو كونفرتبل هو الوزن. طبعا هو الطبيعي يقول لك عشان هي سوفت توب فالمفروض تكون اخف، لا هي اتقل، اتقل ب 100 كيلو عن الكوبي، لان طبعا العربيات الكونفرتبل بشكل عام مش بس ميني بتبقى محتاجه بادي ستراكشر اقوى لما تيجي تشيل الروف، لان طبعا وزن العربيه بيختلف، فده بيعمل لك مشكله لو العربيه اخف. ده غير الميكانيزم اوريدي بتاعه الريموفبل روف، لما انت بتيجي تشيل الروف بتفتح كل ده اوتوماتيك، فالميكانيزم ده اصلا لوحده عامل وزن وعامل فرق. حتى 0-200 بتاع العربيه بيفرق، هنا 6.5 في الثانيه 6.1، الفرق ده باين ان هو مش كبير، بس هو فعليا يعني رقم يتحسب، يعني اذا هنعمل اذا دراج ريس او حاجه زي كده. وطبعا زي ما انا قلت بيفرق في كل العربيات، بس ستيل البرفورمانس بتاعك جميل، نفس الاكزوست سيستم، نفس كل حاجه، نفس الكراكلز اللي موجوده في الاكزوست، مفيش اي اختلاف خالص. هو السبب الوحيد اللي فارق وزن العربيه لا اكتر ولا اقل. طبعا الرود نويز في العربيه هنا هيبقى اعلى شويه لان هي سوفت توب، فبتلاقي الهواء داخل لك من كذا مكان. الهاندلنج، الدرايفنج مودز، اي حاجه موجوده في العربيه هي الجي سي دبليو في كل الاوبشنز اللي موجوده، كونفرتبل مش كونفرتبل انت بتختار اللي يريحك. يعني بصراحه انا لما ببص على الكونفرتبل وهي مقفوله ما بحسهاش شكلها حلو قوي، يعني انا بحس ان الثانيه احلى بصراحه، لان الروف بيبقى بلون مختلف، السبويلر، الكلام، التفاصيل اللي موجوده ده مخلي العربيه اللي هي مور اجريسيف وسبورتير من الكونفرتبل. بس العربيه بتفرق جدا لما بتتفتح بصراحه. اول حاجه تعملها اول ما تركب الميني كوبر كونفرتبل ان انت تبعد المرايه دي عن طريقك، لان انت كده كده مش شايف اي حاجه، خلاص انت الفيزيبيليتي عندك انتهت بسبب التشميره اللي بتحصل دي، ان السقف ما بيدخلش كله في الشنطه، فانت مبقاش شايف حاجه، انت شايف السما، وهو ده اللي انت محتاجه فعلا في ميني كوبر كونفرتبل، ان انت تبقى شايف السما وعندك اوبن فيو مش طبيعي، وفعليا الاكسبيرينس بتاع العربيه اتغير تماما، انت حاسس ان انت راكب عربيه مختلفه. كنت لسه بقول ان شكلها وهي مقفوله مش حلو، شكلها وهي الروف open.
بصراحه رائعه، عجباني جدا، شكلها حلو جدا. اراهنك ان انت تركب عربيه وتلاقي انتيرير شبه الانتيرير بتاع الميني، بغض النظر هو عاجبك او مش عاجبك، مفيش انتيرير شبه ده نهائيا، لا من ناحيه سكرين، لا من ناحيه جيج كلاستر، لا من ناحيه ترانسميشن، مع ان هما بي ام دبليو جزء كبير من الكومبوننتس اللي موجوده هي بي ام دبليو، بس هما برضو ليهم البيرسوناليتي بتاعتهم والكاركتر بتاعهم. دلوقتي بتشوف كل العربيات وكل الناس وكل الشركات، مش عايز اقول بتقلد بعضها، بس هي بصراحه بتقلد بعضها، يعني ننسى التكنولوجي بس حتى شكل الداشبوردز بتلاقي شركات كتير بتاخد من بعض. ميني لسه متمسكين بالاسلوب بتاعهم، بالايدنتيتي بتاعتهم، ودي الحاجه اللي فعليا بتخليني احترم ميني من ساعه ما بداوا، ان هو انت بتركب مفيش اختلاف، هي تحسها مور ادفانسد، تحسها فيرجن جديد، لكن هي لسه واخده طبعا الشكل الدايره اللي في النص بالجيتش كلاستر بقى ديجيتال، بس لسه واخد نفس الشكل اللذيذ بتاع الميني بالايدنتيتي بتاعت الميني. الاوفر هيد سويتشز واللي هي من ألذ الحاجات، والاوفر هيد سويتشز مش بس للروف وللايتس، لا ده انت بتغير الامبيانت لايتنج كمان منها من فوق من عندك، فدي حاجه ظريفه جدا مش موجوده في عربيات كتير. هم بيحبوا يحطوا التاتش بتاعهم بشكل مختلف. السيتس مريحه جدا، السيت بتيجي هنا مختلفه في الكونفرتبل عن الجي سي دبليو الكوبيه. الكوبيه بتيجي باكت اكتر، شكلها مور اجريسيف، شكلها ممكن تكون احلى، بس دي اريح وماشي اكتر مع عربيه كونفرتبل عشان تبقى مور كونفينينت. يعني سيفتي فيتشرز في العربيه موجوده كلها بكل سهوله، بتدخل عليها وتعمل اللي انت عايزه، لين اسيست، ادابتيف كروز كنترول. والحاجه الجميله جدا اللي بحبها في بي ام دبليو جروب ان هم الادابتيف كروز كنترول ممكن تستعمله ككروز كنترول عادي، ما يكونش ادابتيف ويفضل كل شويه يفصلك ويفرمل والكلام ده. انا ما بحبش التكنولوجيا الاوفر اللي انا فعليا مش محتاجها، انا اقدر افرمل بنفسي واقدر ادوس بنزين براحتي عادي. يعني الكرسي زي ما كنت بقول ان هو فعلا مريح جدا ولذيذ، بس هو مانوال ادجستبل. طيب انا دافع 212,500 على العربيه دي، على الاقل اكون محتاج يعني باور سيتس. صح، برضو عندك الهواء هو بيدخل لك من كل مكان طبعا لان العربيه كونفرتبل، بس ستيل هم مسيطرين عليه بطريقه معينه، برضو الازازه اللي طالع لك من الجناب والكلام ده، فانت مش حاسس برضو بالازعاج الفظيع. غير ان الهارمن كاردن ساوند سيستم اللي موجود فيه نويز كانسلنج، فانت مهما عليت الصوت او وطيت الصوت انت سامع الصوت كلير، مفيش حاجه، مش حاسس ان الهواء دخل على الميوزك، انت حاسس ان الميوزك فعلا مغطي لك الدنيا والسراوند ساوند محترم جدا وجميل. ومش عشان خاطر ان انا ماشي بالراحه، انا ممكن لو زودت السرعه برضو لسه الصوت بتاعي واضح والدنيا جميله ومفيش اي مشاكل. طبعا انا مش عايز اجري زياده عشان اللي انا اللي ساحلني ورا ده، وده طبعا اخرني مخليني مش عارف اخلص الميشن بتاعتي والحق اوصل قبل اسلام. نتكلم عن السياره من جوه. السياره من جوه زي ما انتم شايفين بتاع اللون بتاعها لون تان، عليه السكتشنج او عليه التطريز باللون الاسود. على قد ما الانتيرير بتاعها الكراسي بتاعته حلوه وفيها اناقه وراحه، على قد ما السسبنشن ستيف مهما كان حاططها على سبورت، حاططها على اي كان الدرايفنج مود اللي انت حاططها عليه، السسبنشن بتاعها ستيف. الدركسيون بتاع السياره مثلا على سبيل المثال جلد تيبترونيك موجود في ظهره، في النص عندنا هنا السنتر كونسول بتاع السياره هي الشاشه، ودايما احنا متعودين في اي سياره ميني السنتر كونسول هي روح العربيه، القلب النابض بتاعها دايما كل حاجه بتتحكم فيها من الشاشه دي. طبعا هنا الجير بتاعها لا يزال جير زي ما هو، مش زرار في بعض السيارات الاخرى اللي نازل فيها الموضه دي، وصراحه مش عجباني، انا افضل ان الجير يفضل كده. عندنا هنا الجزء اللي في الوسط المشهوره بيه سيارات الميني، وتشوفوه كتير الشباب بيستخدموه كانه راكب طياره. السياره فيها ثلاث انظمه سواقه، وهو نظام السبورت ده اللي بيخلي السياره فايقه مع هاي ار بي ام، وتفاعلها بيبقى جاهز ان انت مجرد ما تدوس العربيه وتنط على طول. عندنا نظام الميد وهو ما بين السبورت وما بين الجرين. طبعا عندنا نظام الجرين اللي هو الايكو مود. دلوقتي العربيه على نظام السبورت هنجربها كده مع بعض، نديها دوسه خفيفه نشوف تعمل ازاي. جميله ممتازه نظرا لكونها سياره اربع ابواب. مطلوب منها هي تكون رياضيه، ولكن مش هو الاس جون كوبر وورك اللي هي السياره كوب. يلا 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 بسرعه يا ابو ازرق. انت تكييف
يا رب تكونوا استمتعتوا معانا في حلقه النهارده. زي ما انتوا شايفين كده احنا قاعدين متونسين مع الناس. نسيب بقى اسلام واحمد يتشمسوا واحنا هنقضي الحلقه دي نختمها مع بعض في العربيه. اتاكدنا ان العربيه الفور دورز ملائمه ان الناس اكتر تركب فيها، مريحه، كراسي بتاعتها حلوه، عربيه اوفر اول حلوه لعدد افراد كبير. شفت في العربيات التانيه عملوا تشالنجز مختلفه، قولوا لنا رايكم بقى ايه اكتر عربيه مناسبه لشخصيتكم، هل هي الفور دورز، الكوب جي سي دبليو، ولا الكونفرتبل. اشوفكم باذن الله في حلقه جديده من ام كي على الطريق مع شباب 0200 احمد واسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلعت انت ولا تشالنج ولا اي حاجه وقاعد، ايه رايك؟ يا سولو فين هي دي هي دي طلعت عين امي انت. المهم ان انا كسبت. كسبت ايه يا عم؟ انت ما عملتش حاجه. وصلت اول واحد ووصلتش اول واحد. وصلت اول واحد، طب عملت ايه؟ فين السولم؟ انت كان المفروض انت لو سابقني كنت تاخده قبلي. طب فين الناس؟ ما انا ما عنديش. طب فين حماده على الطريق؟ حماده على الطريق. الواد فين والله بجد؟ طب ايه؟ بقول لك ايه؟ مش انا وصلت اول واحد؟ ها؟ وانت معاك البتاع؟ يعني هو كده كده خسران صح؟ بس هو كده كده خسران. اتفضل مستني. يلا ابويا.